السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسهلا بكم أحبتي. هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. عدنا والعودة أحمد. الحقيقة جاء أدور لكم ألعاب جديدة كم ما شافينها، والجو شوية ما يساعد يعني. فاليوم جايب لكم لعبة أتويا، لعبة أيضا محجوبة عنها للأسف. اللعبة جميلة كلش 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 يعني، على قولة إخواننا السعوديين مرة جميلة مرة. بس للأسف ما موجودة بجوجل بلاي، محجوبة عنا. راح نلعب اللعبة إن شاء الله وتحوز على إعجابكم اللعبة. هي لعبة أتويا، يعني راح أدخلك في عالم غريب من اللعب الجميلة، يعني ألعاب جميلة بيها. تأخذك المغامرة بعيد في اللعبة لتدمير كل شيء. خلينا نقول تدمير كل شيء يعني شايف سيفك وتدمر كل شيء يجي قدامك دمره حيل. أتويا هي مستوطنة الحقيقة، اسم مستوطنة أنشاها البشر في يعني في عالم الألعاب. وقام البشر بتجنيد المزيد من الأشخاص ليصبحوا مستكشفين. ذهبوا لعالم الألعاب بحثاً عن موارد جديدة طبعاً لبقاء البشر في الفيوتشر في المستقبل. الشيء الثاني، أنت راح تلعب كمستكشف لتحدي 15 مرحلة للوصول إلى اختبار أتويا. طبعاً عليك هاي 15 مرحلة طوفهم. واكو مختلف الأسلحة والأفاتار، طبعا أفاتار يعني شخصيات انت يعني تتنقي هالشخصيات من عندهم، وكل ما تطلتك اللعبة ابديت راح تاخذ شخصية ثانية جديدة وتروح تلعبها وتغامر بيها. والسلاح لازم تسوي له ابديت مو بس اللعبة. راح نبدي على بركة الله. انا قاعد العب بالهواء الطلق طبعا، يمكن تسمعون صوت واي شوي لان الجو جميل برا بعد المطره. هذا الافاتار شايفينه الاصفر مستطيل الاصفر فوق، هاي الشخصيات الوبنز اسلحه وباك بارت 1 بارت 2 هاي الاسلحه شايفينها والله شاكوش شو المطرقه اكبر من عنده والله العظيم. هذا بالمسدسات، هذا ساحر اعتقد مشاهد ساحر. ايش رايكم نلعب بالمسدسات لو نجرب الشاكوتش او شيء؟ والله ما خل نروح على السيف، خل نجرب السيف اول شيء. انتر تكست نيم انا معلمكم ماجد. واقول له 777 هذا دائما اكتبها بقنواتي. اوكي هذه الوان الحقيقة الوان طبعا تساعدك بتلوين الشخصية مالتك. الالوان لعبة متعوب عليها الحقيقة، بس للأسف ما موجودة بجوجل بلاي. للأمانة تلعب بالفلبين الآن، هي يعني إذا تريد تنزلها يلزمك جوجل بلاي فلبين وفي بي ان، هذا الكل يلزمك وتنزلها. شايفين شخصيتي ماجد 777 أو 777 اللي راح ألعب بيها إن شاء الله. خلينا نجرب. يقول جاست بريك تراب طيب عادي. لازم تقرون التعليمات ولا ما تعرفون تلعبون اللعبة، فانت روح واقرا التعليمات حتى تعرف. التعليمات تطلع بالاصفار لون الاصفار طبعا. دمرت الكائن هذا وفتحت البوابة يعني بس دمرته. الان شنو الان؟ يعني فلش كل شيء مثل ما قلت لك.
عليك تفريش كل شيء. مهارات تنزل طبعا السكيلز. طيب هنشوف هاي شنو صندوق طعنا. قول دوس هاي حياة موبايل ميرشن. هذا تاجر وانا طايح له كتل تاجر يقول انا تاجر. طيب شنو عندك يا تاجر؟ خلينا تعطينا شغلة تفيدنا. ما ادري يعني تعطينا شغلة تفيدنا ما تفيدنا. اذا ما تفيدنا راح اخمطك. خل اروح خل نهجم. تفليش فلش فلش لا تخلي شيء. لاحظ الدم مالي شلون نقص. طبعا هم هم يهاجموني. فريد طريقة لتحسين الدم مالنا. باور اب صعدة القوة. راح نكمل. شوف هذا ما يقتل. نروح نكمل الاسهم. فتح الباب بس نهاية طلعت مدورة دائرة مثل ترس حديدي. أول فتح الباب. الآن المرحلة اللي بعدها. هذا الذهب جمعوه الذهب يفيد. خلينا نشوف هذا ينقتله. هذا ما ينقتل بس الصفر. اوف ضربتهم ضربة والله ضربة. راحوا ماتوا كلهم ماتوا كلهم ولا ضل واحد فيهم. الان شنو اكو؟ خلصنا عليهم كلهم. طيب راح اسوي طبعا ابديت يمكن اي سكسس باور اب صعد القوة. طيب انهيز نرجع نكمل. نروح على البوابة حتى نعبر مرحلة. شباب لعبة حلوة وجميلة كلش الحقيقة. نفلش هاي صندوق. هذا كنا هي صندوق عطا. خلينا نشوف شنو انطانا. شنو هاي؟ وربير يعني دب مال الحرب. مساعدة هاي احد السكيلز المهارات. احد المهارات السكيلز. هنكمل على هذا ناخذ عليه. شوف شلون يضربني. هم يضربني هو. يلا يلا
هذا بوس، ذبحني هالبوس. يقول يوز سكيلز، خلينا نشوف السكيلز. والله ايه هاي خوش مهارة، شفتوا هاي سوت طيارات نص جنة. ترجع مرة ثانية هاي السكيلز. يلا 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 فلشته، والله مهارة هذه. طيب شنو الان؟ راح يطور المهارات سكيلز ادفانس واند، طور المهارات سكيلز. طيب نطلع ندخل البوابة اللي بعدها. اوف هذا وحش كاسر. ايه 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 خل اشحن، خل مهاراتي تشحن وارجع لك. اوقف دمرته. شو قوي بغى شوية. تعال يلا الان موت موت يا اخي. اوف شين، خلينا نشوف شنو طلع. اسكيل مهارات ايضا. كانت هاي اللعبة الحقيقة، هذا الميرشنت رجع التاجر ميرشنت موبايل. ستوب مول نارو جاست كم تو مي اوفر نيد، يقول اذا احتاجت شيء تعالي. لا افتر اول نو ون نوز ذات هابن ويل هابن، بعد كل شيء لا احد يدري ماذا سيحدث. طبعا كان هاي اللي عندنا اليوم حبايبي هاي اللعبة، وللأمانة مثل ما قلت لكم اللي يحب ينزلها جوجل بلاي فلبيني يسوي له، أسوي لكم أكثر من إيميل شباب. أنا عندي كذا إيميل، مسوي حساب إندونيسي فلبيني ماليزي، فسوي لكم أكثر من كندي. كندا ساعات تنزل بها العاب، سوي جوجل بلاي فلبيني واستخدم في بي إن وإن شاء الله تنزلها. وإذا أكو سؤال بالتعليقات فيما لا حبيبي.